بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة رميلي لتعليم السياقة، زريبة الواد بسكرة. الأضواء الثلاثة، الضوء الأخضر يعني مسموح المرور، الضوء الأحمر يعني ممنوع المرور، الضوء الأصفر الثابت يعني الوقوف أو الإبعاد. تمر السيارة الصفراء والحمراء معا، بينما البيضاء والزرقاء ينتظران الضوء الأخضر. تمر السيارة الصفراء، أما الزرقاء والحمراء ينتظران الضوء الأخضر. تمر السيارة الحمراء، أما السيارة الزرقاء والصفراء ينتظران الضوء الأخضر. تمر السيارة الحمراء، أما الصفراء والخضراء ينتظران الضوء الأخضر. الضوء الأصفر الثابت يعني الوقوف أو الإبعاد. الحالة الأولى، السيارة الزرقاء لم تدس بعد على ممر الراجلين، إذن يجب عليها الوقوف. أما في الحالة الثانية، السيارة الزرقاء دست على ممر الراجلين، يجب عليها الإبعاد. في هذه الحالة كذلك السيارة الزرقاء عليها الوقوف، والسيارتين الصفراء والحمراء تقفان كذلك، إذن الجميع ينتظر ضوء الأخضر. يمكن أن يصاحب الأضواء ثلاثة ضوء على شكل سهم، يعني المرور بحذر جهة السهم. تمر السيارة الصفراء والرجل، ثم تدور السيارة الزرقاء إلى اليمين بحذر، أما السيارة الحمراء تنتظر الضوء الأخضر. تمر السيارة الصفراء والبيضاء معا، ثم تدور السيارة الزرقاء بحذر إلى اليمين، أما الحمراء تنتظر الضوء الأخضر. ضوء مع إشارة، ضوء يشتغل مع إشارة نطبق الضوء، أصفر رماش مع إشارة نطبق الإشارة. ضوء لا يشتغل مع إشارة نطبق الإشارة. ضوء يشتغل مع إشارة عمودية نطبق الضوء. تمر السيارة الزرقاء والصفراوتين، بينما الحمراء تنتظر الضوء الأخضر. ضوء يشتغل مع إشارة عمودية نطبق الضوء. تمر السيارة الصفراء والحمراء معا، أما الزرقاء تنتظر الضوء الأخضر. أصفر رماش مع إشارة عمودية نطبق الإشارة. تمر السيارة الزرقاء والخضراء معا ثم الحمراء. الطريق الرئيسي يمكن أن يكون مائل. في هذا المنظر العلوي نرى أن الطريق الرئيسي يميل إلى الجهة اليسرى، هذا يسمى مرشد. الطريق يميل إلى اليسار. يمكن أن يكون مع إشارة بداية الضمان، طريق رئيسي يقطعه ثانوي، إشارة قف أو ترك المرور. السيارة الزرقاء لها إشارة طريق مضمون مائل إلى اليمين. هكذا نعرف الطريق الرئيسي يميل نحو اليمين أو اليسار على حسب الخط العريض المائل. السيارة الحمراء لديها إشارة قف، ولكن الطريق الثانوي يميل إلى جهة اليمنى. السيارة الزرقاء لها إشارة ضوء أصفر مع إشارة عمودية، إذا نطبق الإشارة العمودية، طريق مضمون مائل إلى اليمين. السيارة الحمراء لديها طريق مضمون مائل إلى اليسار، بينما السيارة الخضراء لديها إشارة ترك المرور، والطريق الثانوي يميل جهة اليسار. بالأخذ بالحسبان، السيارة الحمراء والزرقاء تتواجدان على طريق رئيسي، لا يستطيعان المرور معا في آن واحد، لذلك ولاجتناب الحادث نطبق قاعدة أولوية اليمين. تمر الحمراء ثم الزرقاء وأخيرا الخضراء. أصفر رماش مع إشارة عمودية نطبق الإشارة العمودية، طريق مضمون يميل إلى الجهة اليسرى. لأن السيارتين الزرقاء والخضراء تتواجدان على طريق رئيسي مائل، لا يستطيعان المرور معا، إذن تمر السيارة الزرقاء ثم تمر السيارة الخضراء قاعدة أولوية اليمين بينهما، وأخيرا بعد خلو طريق تمر السيارة الحمراء. تدور السيارة الزرقاء إلى اليسار، أما السيارة الصفراء والخضراء ينتظران الضوء الأخضر. تدور السيارة الزرقاء والخضراء، بينما الصفراء والحمراء ينتظران الضوء الأخضر.